السلام عليكم، معكم ياسر فائز الملقب ايكو من مدينة الدار البيضاء. بالنسبة للحياة اليومية انا تكنيسيان سبيسياليزي ديال الالكتروميكانيك دو سيستيم اوتوماتيزي، مازال كنكمل الدراسة ديالي. عالم التمثيل كان واحد الصديق ايوب بن بوسيدي، كنوجد ليه تحية من هذا المنبر اللي هو كلشي بلا به هو راه ما كاينش ايكو ياسر، هو اللي اقترح لي الفكرة ديال الافلام قصيرة. صعوبات اخويا في التصوير بزاف ديال الصعوبات، كتبقى خايف لي يشدوك يحيدوا لك الماتريال بالنسبة للمصور. صافي هادو هما الصعوبات اللي كنواجهو في هاد الافلام قصيرة، هادشي اللي كاين. بالنسبة اخويا المحتوى ديال الافلام قصيرة كله كي غنقول لك كيجيوني شي افلام، انا كنت انسبير من شي افلام، ماشي نقول لك زعما لا داكشي من راسي، ولا كنت انسبير من شي افلام شي دراري هكا كيعجبوني. وكاينين شي وحدين اخويا ليلى يلاه راه والو بدون مستوى، كاينين شي افلام كيفسدوا الاخلاق ديال الدراري الصغار كيف ما كنقولوا حنا، وكاينين شي افلام كيحفزوك، وكاينين شي افلام كنتفرج فيهم انا كيبورشوني زعما يعني كيوصلوا الميساج. بحال افلام اللي كندير انا تقريبا جوج افلام اللي درت انا فيها ميساج رساله، بغينا نوصلوا رساله سواء الخبره سواء الشعوذه، بغينا نوصلوا رساله. لا بالنسبه للدعم اخويا حنا ما كاين لا دعم لا حتى شي حاجه، حنا كنخرجوا من جيوبنا، ماشي زعما كنتسناو شي واحد يعطينا ولا. وبالنسبه اخويا اللي في وداكشي نسبه المشاهده اخويا، دوك الافلام القصيره اللي كتشوف طالعين 6 مليون 8 مليون دوك راه كيخلصوا كيسبونسوريزيو على الافلام ديالهم. انا عمرني سبونسوريزيت اخويا على شي فيلم، كيسبونسوريزيو باش كيطلع الفيلم كتبان لك نسبه ديال المشاهده راه طالعه، كيخلص واحد 7000 ولا 8000 درهم حتى 10000 20000 درهم، المهم كيحطوا فلوس صحيحه باش يطلع عليهم نسبه المشاهده. هادشي اللي كاين. بالنسبه للفيلم ديال الشعوذه اخويا، هذه قصه واقعيه شفتها من عند واحد الصديق ديالي وانا نقلتها منه ودرتها، وعاونتني الدريه اللي مثلت بوها ليا، كنوجه التحيه من هذا المنبر سلمى خيار اللي تعاونت معايا بزاف سواء في الفيلم الاول وسواء في الفيلم الثاني. بالنسبه اخويا الفيلم ديال الشعوذه قصه على السحر، على السحاره كيفاش كيسحروا وكيفاش كتم الطقوس ديال المشعوذين اخويا، وكيفاش كيخرجوا على الدراري كيكونوا باقيين تيقراو وكيخرجوا عليهم اخويا بداكشي اللي ليه الله. ميساج بغينا نوصلوه وصافي، هادشي اللي كاين. لا بالنسبه للجديد اخويا كاين الجديد ان شاء الله، مازال الخير مازال يزيد ربي في تيغرات. هي ما كتقدرش توفق ما بين الحياه ديالك المهنيه وافلام قصيره وهادشي اللي كدا، حيت هي مجرد هوايه كديرها في وقت الفراغ، الوقت اللي كيكون ما كيكون عندك ما يدار كتقول راه نصور كدا لقطات، هادشي اللي كاين اخويا. بالنسبه للرساله كنشكر الناس اللي متابعيني واللي مدعميني، وكنتمنى نكون خفيف على قلوبكم.